هنكمل الايه بقيه الدرس بتاعنا النهارده. فاضل لنا شويه حاجات بسيطه جدا، زي موضوع دي الناس نتكلم عليه كده. ايه موضوع دي الناس ده؟ موضوع دي الناس ده يا سيدي بكل بساطه، انت لما تيجي دلوقتي، انت دلوقتي حاليا عندك ريتشابيليتي مع الانترنت. فاكر من شويه اخر لعبه عملناه قدرنا ايه نوصل للانترنت اربع تمانيات اون عند عمك جوجل، وبنقدر نبنج على الدي ان اس بتاع جوجل والدنيا تمام زي الفل من غير اي مشاكل. طيب تمام، كلام جميل. لو انت جيت تقوله دلوقتي كده بنج برضو على جوجل دوت كوم، قال لك انا مش عارف جوجل دوت كوم. ده ليه؟ ده ليه بكل بساطه حصل حاجه زي كده؟ اللي حصل ان الجهاز بتاعك ما يعرفش هو مين جوجل دوت كوم ده اساسا، ما يعرفش. طب هو ما يعرفش ليه؟ لان لو انت فاكر عندنا في السيناريو البسيط اللي كنا بنلعب بيه امبارح كان ايه، هذا انت عندك المكنة بتاعتك اهي واصلة على سويتش، السويتش ده رايح للراوتر، وبعد كده دي طالعه للانترنت هنا كده. خلاص انا قلت لك ان لازم يكون في عندك كده حد الجهاز بتاعك يستشيره، يعني المفروض يكون في دي ان اس سيرفر موجود هنا كده، خلي ده كده النيم سيرفر اهو. الجهاز بتاعك الاول لما يحب يطلع يسأل على اي عنوان هيطلع يسأله. خلاص يعني فرضا ان جوجل موجود هنا، ده الويب سيرفر اللي اسمه جوجل دوت كوم موجود اهو، فلازم الجهاز بتاعك الاول يطلع يستشير النيم سيرفر ده، يقول له ايه فين يا عم العنوان بتاع مين، ها بتاع ياهو او بتاع جوجل او ايا كان السيرفر اللي انت بتدور عليه هنا، يقوم ده يرد عليه يقول له خد الاي بي بتاعه اهو، تقوم انت باعت انت تبدا تكونكت مع مين، مع الاي بي اللي الراجل ده اداهولك. وصلت؟ بالمناسبه النيم سيرفر ده او الدي ان اس سيرفر ده ايا كان، يعني ممكن نسميه كده الدي ان اس او النيم سيرفر، اي اسم من الاثنين، الاسم اللي يعجبك، هما اتنين حاجه واحده. ممكن يكون موجود كده على الانترنت بابليك دي ان اس، وممكن تكون الشركه بتاعتك عامله برايفت دي ان اس ليها، يعني ممكن يكون عندك دي ان اس سيرفر في الشركه بتاعتك وانت بتستخدمه عشان تعمل ايه. بالمناسبه العمليه اللي انت بتقول له بتسال بتدي له العنوان تقول له اديني الاي بي، بتسال عن الاي بي، العمليه دي اسمها عمليه ريزولفنج. عمليه ريزولفنج انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ها بتحول الاسم الاي بي او الاي بي الاسم، ولسه هنتكلم عن الموضوع ده ان شاء الله قدام كمان. طيب كلام جميل، يبقى احنا دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا عمليه لازم نعملها اسمها ريزولفنج. عمليه الريزولفنج دي لازم يكون في ايه؟ في ايه؟ في سيرفر، السيرفر ده يعرف عن مين؟ عن كل واحد من دول، ها يا عم انت الاي بي بتاعك كذا والاسم بتاعك كذا، وانت الاي بي بتاعك كذا والاسم بتاعك كذا، فلما انت تديله الاسم هو يرد عليك بمين؟ بالاي بي. خلاص تمام كده. طيب الدي ان اس سيرفر ده هندرسه كدي ان اس كسيرفس ونشغله امتى؟ في التراك اللي جاي ان شاء الله، في التراك اللي جاي. انت دورك دلوقتي ما زلت كلاينت كده، تقول له بس تديله عنوان الدي ان اس ومالكش دعوه ده شغال ازاي، اشتغل ازاي وازاي نشغله وكلام من ده، هناخد الجزء ده التراك اللي جاي. انما انت دلوقتي جزءك قايم على ايه بس، او شغلك قايم على ايه؟ ان انت تكون دي ان اس كلاينت. خلاص كده. طيب انا عايز اكونفيجر المكنه بتاعتي ان هي تروح تسال الدي ان اس سيرفر ده على العناوين، ها اعمل لها كونفيجر ازاي؟ قال لك بس الملف المسؤول عن ان انت تعمل ريزولفنج موجود فين؟ تحت اي تي سي، واسمه ايه يا معلم؟ اسمه resolve.conf. بالمناسبه عشان ما يعني ما اوجعلكوش عينيكم، فانا ممكن اعمل ايه، انا ممكن افتح موبا اكسترم كده عشان يبقى الخط كبير شويه. اهون اعتقد ان هو كده افضل. ممكن تيجي هنا كده
الملف المسؤول عن ان انت تعرف مين الدي ان اس موجود في اي تي سي واسمه resolve.conf. خلي بالك resolve.conf مفيش اي في الاخر، ها هو اسمه كده resolve.conf بس مفيش اي في الاخر. طيب هتيجي في الملف ده كده، هتيجي في الملف ده كده وهتعرف له مين، هتعرف له مين النيم سيرفرز اللي موجوده عندك، هتعرف له ايه النيم سيرفرز اللي موجوده عندك. خلاص كده. طيب كنت تيجي هنا كده وتقول له نيم سيرفر، وتقول له النيم سيرفر بتاعك اسمه ايه، وليكن بلاش 100 ممكن اقول له كده ان هو جوجل نفسه 48. بالمناسبه انت ممكن تحط له اكتر من نيم سيرفر، كنت تقول له النيم سيرفر الثاني وليكن 8844، ها كنت تحط له نيم سيرفر ثالث، خلاص كده. طيب دلوقتي لو انت حددت له اكتر من نيم سيرفر هيشتغل، هيشغل انهي واحد فيهم؟ لو قلت له تعالى كده ننظف الشكل ده شويه، انا دلوقتي حددت له يا عم اكتر من نيم سيرفر اهو، ادى دي ان اس اولاني، ده المكنه دي شغاله نيم سيرفر، وعندي نيم سيرفر تاني، وعندي نيم سيرفر تالت، ودي البابليك ويب ادرس اللي انت عايز تخش عليها، عايز تعرف الاي بي بتاعها ايه. انت قلت له على ده وعلى ده وعلى ده، هيروح يعمل عمليه ريزولفنج منين؟ يعني يحول الاسم الاي بي منين؟ قال لك على حسب الترتيب اللي انت حاطه في الملف. يعني لو انت كنت قايل له في الملف ده تعالى اعمل كده كات، انت كنت قايل له هنا ايه؟ روح لده الاول، خلاص كده هيروح لده. طب افرض ان ده اصلا مش ريتشابل، هيستنى لحد ما ده يعمل تايم اوت ويروح على مين؟ على التاني. طب ما لقاش التاني ابوه كمان، هيروح على مين؟ على التالت. طب لو ما لقاش التالت ابوه كمان، هيقول لك خلاص انا مش عارف، مش عارف العنوان ده، مش هيعرف يترجم العنوان ده. وصلت؟ وصلت كده؟ يبقى بيروح الاول بالترتيب على حسب اللي موجود عندك في الملف. طيب كلام جميل. طيب لسه هتكلم اهو عليه، لسه ما تستعجلش، لسه هتكلم على موضوع السيرش ده. طيب تعالى كده المره دي لو جيت تقول له كده بنج لي كده على جوجل دوت كوم، هل هيعرف يترجم؟ عرف يترجم. طب بنج كده على ياهو دوت كوم، عرف يترجم؟ عرف يترجم. قال لا ده اشتغل اهو. ايوه معنى كده ان عمليه الريزولف دي تمت، ها من غير اي مشاكل، عمليه الريزولف دي تمت من غير اي مشاكل. وصلت؟ في مشكله؟ طيب كلام زي الفل. يبقى عمليه الريزولفنج بتتم عن طريق الدي ان اس. طيب في حاجه بس كمان لازم اقول لك عليها، اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ بص انا عندي لوكال نتورك، هل لازم يكون عندي دي ان اس عشان اعرف المكن بالاسماء بتاعته؟ يعني تخيل المكنه بتاعتي دي كده اسمها مثلا سيرفر واحد، وعندي سيرفر تاني هنا اسمه سيرفر اتنين، خلاص كده في مشاكل؟ طيب كلام جميل. هل لازم كل مره، لازم كل مره لما اجي اخلي الجهاز بتاعي يكلم الجهاز التاني ده استخدم الاي بي؟ قال لك لا، ما انا ممكن يكون في دي ان اس. طب لازم يكون عندي لوكال دي ان اس موجود؟ يعني انا لازم انستول نيم سيرفر؟ قال لك لا مش لازم يا عم. قال لا امال هعمل عمليه ريزولفنج ازاي؟ قال لك تعالى على كل مكنه وقول لها تهارد كود كده بايدك بشكل مانيوال، تقول لها ان سيرفر 2 ده الاي بي بتاعه كذا. وصلت؟ يبقى انت ممكن تروح على المكنة بتاعتك لوكالي كده وتقول لها ان سيرفر 2 الاي بي بتاعه كذا. طبعا الموضوع ده مش عملي، عارف ليه؟ لان لو الشبكة بتاعتك فيها 100 سيرفر، تفتكر ان انت هتعدي على ال 100 سيرفر واحد واحد، ها تقعد كل شوية تهارد كود السيرفر اسمه ايه والاي بي بتاعه اسمه ايه على كل مكنة؟ ولا الاحسن يكون عندك نيم سيرفر واحد، والنيم سيرفر ده هو اللي عليه كل الكلام ده،
والمكان بيروح يستشير وخلاص، يساله بس يعمل عمليه ريزولفنج منه. لا طبعا ده احسن، بس ده مش شرط. يعني انت ممكن تعوض عن الدي ان اس مستخدما ايه؟ ان انت تهارد كود الكلام ده بايدك، تكتب الكلام ده بايدك على كل مكنه. ماشي، ده هيفيدك قوي لو انت بتتكلم على ان عندك مكنه والمكنه دي بتكونكت على مكنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. انما لو بتكونكت على 100 مكنه فاكتر، ولا 50 ولا حتى 20 مكنه فاكتر، بتبقى العمليه صعبه جدا. فانت ما تحاولش تصعب الدنيا على نفسك. ماشي كده؟ طيب عايزين نعمل الكلام ده بايدينا يا سيدي، نعمله ازاي؟ نعمل الكلام ده ازاي؟ ها اهو، اللي مسؤول عن الكلام ده ملف في اي تي سي اسمه هوستس. هتلاقي هوستس اصلا باي ديفولت عامل ديفاين للاي بي 127.0.0.1 اللوكال بتاعك ده، فاكر اللوب باك؟ اللوب باك والايكويفالنت بتاعه بتاع الاي بي فيرجن 6 لللوكال هوست، ده باي ديفولت موجود. يعني انت لو جيت عملت كده بينج على اللوكال هوست هيرد عليك بمين؟ ب 127.0.0.1. ولو عملت بينج كده بينج 6 على الاي بي اللي هو واحد، ها هيرد عليك برضو باللوكال هوست، ده باي ديفولت موجود عندك. طيب انا عايز اضيف سيرفر تاني، هقول له كده مثلا السيرفر الاي بي بتاعه 192.168.101.106، ده اسمه ها سيرفر 2 او سيرف 2.مصطفى.com. لو جيت اقول له بينج كده سيرف 2.مصطفى.com سيرف، احنا عملناها ايه؟ سيرف اس اي ار في اهو، انا عندي غلطه في الكتابه، اس اي ار في ده الاسم اللي انا سميته. بص عمل ايه؟ ها يبقى انا مش محتاج احط دي ان اس عندي في الشبكه الداخليه لو عايز مكنه تنده على مكنه تانية بالاسم. ممكن احط الكلام ده، احط الكلام ده واعدله فين؟ ها في اي تي سي هوستس. بالمناسبه انت ممكن تحط لاي مكنه اكتر من اسم يعجبك، يعني ممكن تسميها مثلا myserv.mustafa.com برضو ده اسم تاني ليها خلاص، او مثلا localserv.mustafa.com. بص كده بينج localserv.mustafa.com برضو شاور عليها. طب بينج كده الاسم التالت كان ايه؟ myserv.mustafa.com، اشتغل برضو او زي الفل. يبقى وصلت؟ يبقى اي تي سي هوستس ممكن تحط كده في اكتر من انتري. طب عايز احط اي بي تاني، ممكن اقول له كده 192.168.101.2 ودي هسميها كده gateway.mustafa.com. بينج كده gateway.mustafa.com. ها هل بقدر ابينج؟ اه يا عم، قدر اوتوماتيك يترجم مين؟ يترجم الاسم لمين؟ للاي بي بتاعه. يبقى ممكن تستغنى عن الدي ان اس، ايوه لو عدد الاجهزه عندك قليل وهتقدر تهندل الكلام دوت فانت مش محتاج دي ان اس. اه طبعا لازم يتكرر بكل المكن. يعني ايه؟ يعني لو انت عايز كمان، لو انت عايز المكنه الثانيه دي اللي هي الاي بي بتاعها 106 تشوف المكنه الاولانيه دي اللي هي الاي بي بتاعها كام؟ 104 باسم مثلا webserv.mustafa.com، يبقى كنت لازم تروح على المكنه دي كمان تقول لها كده. يعني لو جيت قلت له بينج كده على webserv.mustafa.com قال لك انا ما اعرفش حد بالاسم ده يا عم، انا ما اعرفش حاجه بالاسم ده. طب بص كده لو جيت قلت له افتح لي اي تي سي هوستس، حتى فيم مش موجود، طب افتحه يا عم بالفاي اهو، هاجي كده واقول له 192.168.101.104 واسمها webserv.mustafa.com اهو، بينج مره ثانيه على webserv.mustafa.com. webserv احنا حطيناها اس اي ار في اهو الاسم بس عندنا،
المره دي قدر يعمل ريزولف، قدر يعمل ريزولف المره دي واشتغل زي الفل. عشان كده العمليه دي عمليه متعبه جدا، لان لو عندك 100 مكنه هتضطر تروح على ال 100 مكنه كل واحده لوحدها تهارد كود اسماء بقيه المكن في اي تي سي هوستس الخاصه بكل مكنه فيهم. فالعمليه دي متعبه جدا، عمليه مزعجه جدا جدا جدا. خلاص. طبعا بقى تخيل لو انت عايز تغير اسم واحد بس جوه الملف هتضطر تعمل العمليه دي على ال 100 مكنه. تخيل كان عندك مكنه اسمها ويب سيرف وكان الاي بي بتاعها 104، غيرت الاي بي بتاعها بقى 105، عينك ما تشوف الا النور يا معلم. هتضطر تروح على المكن واحده ورا الثانيه تعدل الكلام ده. ماشي. طيب كلام جميل. طب هو اللوجيك ايه بقى دلوقتي؟ اللوجيك ايه؟ هل بيسال الدي ان اس سيرفر الاول؟ يعني دلوقتي احنا في عندنا ملفين عمالين نتكلم عليهم من الصبح، فاكر؟ احنا دلوقتي اتكلمنا على ملفين etc.resolve.conf ومين كمان؟ ها؟ و etc.hostess، فاكر؟ اتكلمنا على ملفين النهارده. طب بياخد اي واحد فيهم الاول؟ هل بيعدي على هوستس الاول ولا بيعدي على resolve.conf الاول؟ هقول لك ثانيه واحده، باي ديفولت بيعدي على هوستس الاول اللي هي هارد كودد لوكالي. بعد كده ها بيروح لريزولف. طب ليه كان بيعمل كده؟ لان عندك ملف اهو موجود في اي تي سي اسمه ان اس سويتش دوت كونف نيم سيرفيس سويتش. نيم سيرفيس سويتش ده هتلاقي كده في انتري، هنفتحه تاني بالمناسبه، في انتري هنا كده اسمها هوستس. شايف الهوستس دي؟ لما بكل بساطه لما تيجي تدور على الهوست نيمز تدور فين الاول؟ قال لك الاول دور في الفايلز، بعد كده روح لمين؟ للدي ان اس. يعني ايه؟ يعني دور في الهوستس فايل، بعد كده روح اسال الدي ان اس سيرفرز. طب الدي ان اس اصلا بيعمل لها او بيستشيرها منين؟ بيستشيرها من ملف اللي اسمه ريزولف دوت كونف. وصلت؟ ها وضحت الحكايه دي؟ تاني احنا دلوقتي اتكلمنا على ملفين etc.resolve.conf، واتكلمنا على مين كمان؟ على etc.hostess، صح؟ هوستس اهي، يبقى هوستس وresolve.conf الاثنين، مين فيهم اللي بيتشاف الاول؟ الجهاز بتاعك بيسال مين الاول فيهم؟ قال لك هيسال الاول هوستس. لا انتري خير وبركه. طب لو ما لقاش اي معلومه باللي انت بتسال عليه هيروح يسال مين؟ هيسال الدي ان اس سيرفرز اللي هي متعرفه فين؟ في ريزولف دوت كونف. طب ليه كان بيعمل كده؟ ليه ما بيسالش الدي ان اس سيرفر الاول وبعد كده يروح يسال الملف اللي اسمه هوستس؟ قال لك لان في عندك ملف ثالث بقى اسمه ان اس سويتش دوت كونف، هو اللي متعرف فيه يسال مين الاول او يسال مين اصلا. بص الملف ده متعرف فيه كده يدور على فايلز، فايلز هتخليه يروح يسال مين؟ اي تي سي هوستس. لكن دي ان اس هتخليه يروح يسال مين؟ ريزولف دوت كونف. تمام؟ فمين اللي سبق؟ قال لك فايلز، يبقى كان هيروح يسال هوستس الاول. بص كده لو انا جيت عدلت الملف ده كده وقلت له ما تسالش الفايلز، وجيت دلوقتي كده اهو لو جيت اقول له كده بينج على جيت واي دوت مصطفى دوت كوم، بص ايه اللي حصل؟ ما قدرش اصلا يريزولف ده لاني قلت له ايه؟ ها؟ لاني قلت له ايه؟ ما تدورش في الفايلز، ما تدورش على اي تي سي هوستس. خلاص؟ طيب كلام جميل، تعالى كده. دلوقتي لو جيت اقول له كده بينج على جيت واي دوت مصطفى دوت كوم، طيب حلو قوي. علشان كده يا ريس من الخوازيق اللي ممكن يلبسها لك في الامتحان هي ايه؟ يقول لك كونفيجر المكنه بتاعتك، كونفيجر المكنه بتاعتك بالاي بي ادرس الفلاني
والنت ماسك الفلانيه والجيت واي الفلانيه خلاص، والدي ان اس الفلاني، وتاكد ان انت تقدر تعمل ريزولف للاسم كذا. حلو كده. كل الناس طبعا هتروح تعمل ايه؟ ها هيكونفيجر الاي بي وهيكونفيجر النت ماسك والجيت واي والدي ان اس، يجي يعمل بينج يلاقي البينج مش شغال، قال له ده مش قادر يعمل ريزولف. عارف ليه؟ ها هتلاقيه لعب معاك ودخل الملف ده كده وراح عامل ايه؟ راح شايل لك الاتنين دول. تيجي انت تعمل بينج يقول لك معرفش، لا قادر يبص على هوستس ولا قادر يبص على ريزولف دوت كونف. فانت المفروض تتاكد دايما ان الملف ده ايه؟ ها مش هوستس اسمه فايلز والتاني اسمه دي الناس. لازم تتاكد ان الملف ده مفيش حد لعب فيه. بص المره دي وصلت؟ ها وضحت الحكايه دي؟ ها واضحه؟ طب كلام جميل، ده كلام زي الفل، ممتاز جدا. في حاجه بس لازم اقول لك عليها، ان انا قلت لك ان من اول ريل 7 النتورك مانجر بقى حاجه اساسيه، صح؟ فاكر الحكايه دي؟ النتورك مانجر بقى عندنا حاجه اساسيه جدا كمان، مش حاجه اساسيه بس. طب ايه برضو، ايه الفرق يعني، ايه المشكله، ايه اللي حصل يعني؟ لا اللي حصل يا سيدي كالاتي، النتورك مانجر بيهندل كل الكوميونيكيشنز اللي بتحصل للانترفيس اللي هو مسؤول عنه بشكل اوتوماتيك. يعني ايه برضو؟ يعني فاكر لما انا جيت عملت كونفيجر للنتورك بتاعتي وجيت قلت له كده ان ام سي، فاكر لما كنت عملت ان ام سي الاي كونكشن شو وكنت عملت بروفايل اسمه هوم، فاكر؟ فاكر لما عملت البروفايل ده اديته اي بي واديته كل حاجه اهو، بس ما كنتش اديته ايه اهو مانيوال اي بي، واديته ايه؟ ها اي بي ادرس وسبنت ماسك، خلاص كده. وفي عندك راوتس اهي، الراوتس اهي موجوده كمان اللي كنت ضايفها. في خازوق حصل؟ ايوه. ايه الخازوق اللي حصل؟ ان النتورك مانجر بيهندل كل الكوميونيكيشنز دي بنفسه. معنى كده انت اي حاجه عملتها بعيدا عن النتورك مانجر ايه اللي حصل لها؟ ها بخ، مع السلامه. يعني لو كنت ضفت راوتس، ها الراوتس دي اول ما تريستارت المكنه او تريستارت النتورك مانجر سيرفيس ايه اللي هيحصل لها؟ هتطير. تاني، النتورك مانجر ما بيحب الشريك معاه، طالما استخدمت النتورك مانجر خلاص هو النتورك مانجر ده بتاعك. طب لو انت كنت عدلت حاجة عن طريق اي يوتيليتي تانية، ها النتورك مانجر هيقول لك يا حبيبي ماليش دعوة بالكلام ده، كل اللي انت عملته ده ما يدخلش سميتي بتلاتة مليم. يعني ايه؟ يعني لو كنت ضفت راوت، كنت ضفت دي ان اس بايدك، كل اللي انت عملته ده ملوش اي لازمة. اول ما هتريستارت المكنة او تريستارت النتورك مانجر سيرفيس هيقول لك مع السلامة. بص كده راوت داش ان، شايف الراوتنج تيبل بتاعك عامل ايه؟ تمام وزي الفل. بص كده لو جيت اقول له سيرفيس نتورك مانجر ريستارت، او بلاش سيرفيس، سيستم كنترول بقى، سيستم كنترول ريستارت النتورك مانجر، خلاص كده. بص لي كده راوت داش ان ايه اللي حصل؟ لسه موجود. قال لا. طب امال ايه اللي اتغير؟ بص كده كات اي تي سي ريزولف دوت كونف لسه موجود. طب بص كده ريبوت كده للمكنه بتاعتك، ريبوت ظريف، ايه اللي هيحصل؟ ثانيه واحده بقى كده وشوف الخازوق اللي هيحصل معاك. تعالى يا عم هنا،
يلا يا وحش. هتقول لي يا عم هو بقى كونكت ده اهو، اقول لك بس استنى بقى عليا. راوت داش ان، بص الراوتنج تيبل بتاعك ايه اللي حصل له. طب كات اي تي سي ريزولف دوت كونف، فضل الكلام موجود فيه، فضل الكلام موجود فيه. في بعض الحالات هيفضل النيم سيرفرز اللي انت عملتهم بايدك موجودين، في بعض الحالات فقط هيفضل النيم سيرفرز موجودين خلاص. بس بص كده اللي هيحصل كالآتي، اللي هيحصل كالآتي، بص NMCLI connection modify، او حتى بلاش، بلاش اساسا، بلاش، مش محتاجة اساسا، مش محتاجة. الاصح ايه؟ الاصح اللي انت تعمله ايه؟ طالما انت استخدمت النتورك مانجر استخدمه علشان تعمل كل اللي انت عايزه، سواء تضيف دي ان اس، تشيل دي ان اس، تضيف اي بي، تحط اي بي، اعمل اللي يعجبك بقى خلاص كده. طيب بص كده ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي، الاصح، الاصح كنا نعمل ايه؟ تعال قبل ما اعمل اي حاجه تعال امسحهم بايدي هنا من ريزولف دوت كونف كده، تعال امسحهم بايدي كده. خلاص واجي كده هقول له بينج كده، هو اصلا مش عارف يعمل بينج اساسا. المفروض كنت اقول له ايه؟ ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي، ها الكونكشن اللي اسمه هوم ده، واقول له كده اي بي في 4.dns كام يا عم؟ 4 8. خلاص كده ماشي. كات اي تي سي ريزولف دوت كونف، هتقول لي قال لا ده ما ضافش حاجه خالص هنا. هقول لك بس ثانيه واحده، هو ما ضافش في الملف ده، بس بص هتلاقيه عمل ايه. اي تي سي سيس كونفج نتورك سكريبتس اي اف كونفج هوم، بص هتلاقيه ضاف ايه عندك من غير ما تاخد بالك. فين؟ شايف؟ شفت ايه اللي حصل؟ ها اي بي في 4 دي ان اس اهو 8 8 4 4 كات كده للملف ده، ده اتغير. قال لا طب انا عايز احط اكتر من دي ان اس، طب انا عايز اكتر احط اكتر من دي ان اس، اعمل ايه؟ ها ارجع لي كده اي بي في 4 دوت دي ان اس، ينفع اعمل حاجه زي كده؟ ينفع لو عايز تضيف اكتر من دي ان اس، ها حط بلس بس قبل اي بي في 4 دوت دي ان اس. ايوه يا عم انا عارف ان هي تنفع وربنا. انت شاكك فيها ولا ايه يا حاج؟ يبقى لو عايز تحط اكتر من دي ان اس، ها ينفع؟ ايوه ينفع مفيش مشاكل. طيب اللي بعده، يبقى خليك دايما فاكر، خليك دايما فاكر طالما انت شغال بالنتورك مانجر فانت الاصح بالنسبه لك، ها تخلي النتورك مانجر يهندل كل الكونفيجريشن بنفسه. طب امتى بقى هيبقى حاجة ضرورية عندك ان انت تعدل بايدك في الملف ده؟ امتى؟ لو انت عملت ديسيبل للنتورك مانجر واستخدمت السيرفيس عندنا اللي اسمها نتورك القديمة، ساعتها الملف ده ملكش غنى عنه. تاني تاني انا قلت لك احنا عندنا اتنين نتورك امبلمنتيشن، القديمه اسمها نتورك ودي لسه ما عملناش بيها اي حاجه لحد دلوقتي، والجديد اسمه نتورك مانجر وده اللي احنا شغالين عليه من يوميها.
ومديله اولويه كبيره قوي من اول ما اشتغلنا. خلاص، لو انت شغال بالنتورك مانجر خلي النتورك مانجر يهندل كل حاجه بنفسه. لو انت شغال بالسيرفيس اللي اسمها نتورك وعايز تعمل ديفاين للدي ان اس بتاعك، هلازم هتعمله ديفاين فين يا حاج؟ في الملف ده. وضحت؟ ها حد عنده اي مشاكل؟ امتى نكونفيجر السيرفيس اللي اسمها نتورك؟ جايين لها، ما تقلقش، هي في الدرس بتاعنا دول، في الدرس بتاعنا ده. خلاص، مش هنخلص الدرس ده الا من ايه نوصل لها. طيب، حاجه كمان كنت عايز اقولها. بص لي كده، كات اي تي سي هوستس كده، لو جيت اقوله كده بينج على gateway.mustafa.com بيبنج اهو. طب انا المكانتين بتوعي دول كلهم في نفس الشركه صح؟ دي في الشركه بتاعتي ودي في الشركه بتاعتي، صح ولا غلط؟ سيرف واحد وسيرف اتنين او gateway حتى اللي عندي دي كلهم في نفس الشركه، تمام كده؟ طيب تمام، هل كل مره لازم اكونكت عليهم او احاول اعمل انيشيت لكونكشن لازم اكتب الاسم كامل يعني بينج كده على gateway.mustafa.com؟ طب ما احنا كلنا اصلا ممبر في mustafa.com، هل ينفع بينج عليها كده باسم gateway بس بدل ما اقعد اكتب كل شويه بينج ويب سيرفر.mustafa.com بينج gateway.mustafa.com؟ طب ما mustafa.com ده مشترك عند الناس كلها. قال لك ايوه، ممكن تيجي هنا كده وتروح etc.resolve.conf، في عندك هنا بارامتر اسمه سيرش، شايف سيرش دول؟ ها، وسيرش ده ممكن تقول له الدومين اللي لما تيجي تكتبه، لما تيجي تكتب كده الاسم من غير ما تحدد له الدومين هو بشكل اوتوماتيك هيعمل ايه؟ ها، هو بشكل اوتوماتيك ايه؟ كانك قلت له كده هيضيفه لاخر ايه؟ لاخر الهوست نيم. يعني ده الهوست نيم اهو، جيت واي ده اسم الهوست، انما mustafa.com ده اسم الدومين. فلو انت قلت له كده بينج على الجيت واي ده ايكويفالنت لمين؟ كانك قلت له بينج على جيت واي دوت مصطفى دوت كوم. شايف؟ هتقول لي الا ثانيه واحده، انا ضفت بس في الاخر حاجه غلط هنا. هتقول لي طب ما هو ما اشتغلش. هقول لك بس استنى، عندك ما انت لسه شغال بالنتورك مانجر. خلاص، فانت ممكن تقول له كده ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي هوم، هتقول له كده اي بي في 4 دوت، راحت فين يا سيدي؟ اهو دي ان اس سيرش mustafa.com. خلاص كده، بص كده برضه لسه ما جابهاش. طيب ايه الاوبشنز اللي ممكن استخدمها هنا؟ عندك اي بي في 4، اي بي في 4 دوت دي ان اس كونكشن. طيب لا، راحت فين؟ بعمل لي كات كده للملف اللي اتضاف فيه. صح، هو اللي انا عملته مظبوط. طيب ليه ما اشتغلش بقى؟ اللي انا عملته مظبوط 100%، ليه ما اشتغلش؟ حد يفكر كده؟ ان ام سي ال اي معانا مهاب بيقول اعمل ريلود او اب داون.
طيب كونكشن داون لمين يا عم؟ لهوم ان ام سي ال اي. انا عملت داون فراح فصلني من الكونكشن. تعال نرجع له تاني هنا كده. ان ام سي ال اي كونكشن اب لهوم. بينج كده على جيت واي. ما اشتغلش برضو. ما اشتغلش ليه؟ ان اس سويتش فيم اي تي سي ان اس سويتش دوت كونف. قال لك روح اسال الفايلز واسال الدي ان اس. ها ليه ما اشتغلش؟ حد يفكر. حلو، خدها كهوم وورك بالنسبة لك بقى. خدها كهوم وورك بالنسبة لك، مش ليك أنت بس، للناس كلها. ماشي؟ تاخد دي كهوم وورك بالنسبة لك، ده رقم واحد، اركن ده على جنب. الهوست نيم، يعني إيه الهوست نيم معلش؟ حدد لي يعني إيه الهوست نيم. اسم المكنة؟ انا عايز لما كده ابينج بالمنظر ده مصطفى دوت كوم يشتغل، ولما بينج على جيت واي هو اوتوماتيك يكمل لي بقيه الدومين نيم. فيم اي تي سي ريزولف دوت كونف اهو، هو بيسيرش في مصطفى دوت كوم. لو انت لاحظت حاجه كمان، لو انت لاحظت حاجة، فاكر الملف ده من شوية كان ايه اللي موجود فيه؟ اطلع كده فوق هوريك. فاكر ريزولف دوت كونف كان ايه اللي موجود فيه؟ بص كده، كان بيقول لك جنريتد باي نتورك مانجر، ولو عايز تحط أي حاجة، ها؟ اعمل ايه؟ حطها في الملفات الخاصة اللي في المكان ده. بص كده، بص لما عملت ريبوت للمكنة، بكل بساطة لما عملت ريستارت للنتورك مانجر كات اي تي سي ريزولف دوت كونف، بص النتورك مانجر هو بنفسه راح عمل ايه. ها بص النتورك مانجر بنفسه، على فكرة والله مش انا اللي عدلت عملت كده، ده هو كمان بيقول لك جنريتد باي نتورك مانجر. انت خدت بالك؟ يعني نتورك مانجر دلوقتي راح رايح معدل ايه؟ الملفين اللي في ATCC's config network scripts و ATC-resolve.conf الاثنين. اول ما عملت ريبوت راح عامل سينك من الملفين الاثنين. خليك فاكر الحكايه دي، خليك فاكر الحكايه دي. resolve.conf هو كمان اتعدل، واللي عدله نتورك مانجر بنفسه. ماشي كده؟ ماشي، اخليها هوم وورك. حلو، خليها هوم وورك مفيش مشاكل. طيب ايه تاني ممكن نقوله؟ ها يبقى كده اتكلمنا على الدي ان اس، اتكلمنا على موضوع السيرش، خلاص. فاضل ايه كمان؟ اتكلمنا على الان اس سويتش، الاي بي ادريسنج والترابل شوتنج بتاعها. ايه تاني؟ الجيت ويز. ايه تاني فاضل؟ بص لي كده، فاضل لك كمان حاجه صغيره خلاص عايز اخلصها عشان اني معاكم حلقه النهارده، ونكمل الباقي بكره، اللي هو الهوست نيم بتاعك، اسم المكنة بتاعتك. بص كده، عندك أمر كده اسمه هوست نيم. هوست نيم ده هيعرض لك اسم المكنة بتاعتك. وفي عندك كمان هوست نيم داش اف. هوست نيم داش اف بيعرض لك الفولي كواليفايد دومين نيم. بيعرض لك الفولي كواليفايد دومين نيم. طبعًا أنا عندي فيلير هنا، لأن ما قدرش يعمل نيم ريزولوشن. ما قدرش يعمل نيم ريزولوشن، يعني لا لقى حاجة تخص الاسم المكنة دي لا في اي تي سي هوستس، ولا لقاها عند مين؟ ولا لقاها عند مين يا حاج؟ ها؟ ولا لقاها عند الدي ان اس، لا ده ولا ده. فلو جيت قلت له هوست نيم داش اف هيقول لك ان في فيلير في ريزولوشن،
وده عنده حق فيها. طب لو كنت عايز الرساله الورنينج دي او الايرور دي تختفي اعمل ايه؟ تعالى هنا كده فيم كده وقول له ان 192.168.101.104 ده اسمها سيرفر دوت مصطفى دوت كوم، والاسم الصغير بتاعها اسمه سيرفر اهون. لو جيت عملت هوست نيم داش اف دلوقتي ها مش هيطلع لك الايرور ده، خلاص كده تمام. يبقى هوست نيم لوحدها بتجيب لك اسم المكنه بس، هوست نيم داش اف بيعمل ايه؟ بيجيب لك الاسم كامل، اسم المكنه بالدومين بتاعها. طب هو ليه ليه لما قلت له هوست نيم جاب لي نفس الناتج بتاع هوست نيم داش اف؟ لان انا وانا كنت بعمل انستول سميت المكنه بتاعتي بالاسم كامل، وانا كنت بعمل انستول سميت المكنه بتاعتي بالاسم كامل. ايه ده؟ امال انت المفروض تسميها ايه؟ قال لك المفروض لما تيجي تسمي المكنه بتاعتك اديها الاسم ده بس، سيرفر بس. طب وبقيه الاسم يا عم؟ قال لك ما هو هتجيب بقيه الاسم من دي ان اس سيرفر بتاعك، وصلت؟ لكن لو انت عملتها كده وانت بتانستول مش هيقول لك في مشكله. عارف ده معناه ايه؟ معناها ان انت مش هيكون عندك لوكال نيم سيرفر، او انت بتقول له انا مش هيبقى عندي لوكال نيم سيرفر، انا هارد كود الكلام ده كله بايدي. فسواء استخدمتها كده او استخدمت الشكل المنطقي اللي تكتب بس الاسم ده وتسيب له الدومين نيم الدي ان اس هو اللي يديهوله، الاثنين صح. خلاص كده؟ وضحت؟ طب في حاله ان انت كنت مديله اسم المكنه بالدومين كامل، الاسم كامل على بعضه، ساعتها الهوست نيم هيبقى الناتج بتاعه زي وزي ها الهوست نيم داش اف. وضحت الحته دي؟ وضحت؟ يبقى خليك دايما فاكر اسم السيرفر حاجه واسم الفولي كواليفايد دومين نيم حاجه تانية. الاسم زي ما انت بالظبط، اسمك انت حاجه واسمك الكامل بالعيله حاجه تانية. يعني اسمك انت مثلا ممكن يكون محمد، بس اسمك الكامل محمد احمد عبد السلام زعبله، خلاص ده اسمك كامل. ها ماشي كده؟ طب ممكن وانت بتكتب اسمك تروح رشقه كده على بعض كله؟ اه، في ناس بدل ما يقول لك الاسمك الاول، في ناس كده بروح او الفيرست نيم بروح حاطط اسم عيلته كلها او الاسم كامل على بعضه، خلاص فبتمشي يعني عديها يا عم. وصلت؟ وضحت الحته دي ولا حد عنده اي مشكله فيها؟ طيب انا عايز اغير الهوست نيم، قال لك في ريل 7 الملف المسؤول عن تغيير الهوست نيم موجود تحت اي تي سي واسمه ها اسمه هوست نيم. طب لو عايز تغير اسم المكنه بتاعتك، لو عايز تغير اسم المكنه بتاعتك قال لك عدلها في الملف ده، روح كده اي تي سي هوست نيم وسمي اسم المكنه بتاعتك وليكن وليكن هسميه يا عم ادي له اي اسم مثلا برودكشن دوت مصطفى دوت كوم. لو جيت تقول له هوست نيم مره تانية ها اتغير اسم المكنه اتغير. طبعا تغيير اسم المكنه مش لازم معاه تعمل ريبوت، تغيير اسم المكنه مش لازم معاه تعمل ريبوت زي ويندوز. ويندوز كل ما تغير اسم المكنه لازم تعمل ريبوت للمكنه دي، خلاص كده. طيب يبقى دي اول طريقه عشان تغير اسم المكنه. هتقول لي طب ثانيه واحده، هو ليه البرومبت ده ما اتغيرش؟ فاكر لما كنت بقول لك ده اسم المكنه؟ فاكر؟ بص انا غيرت اسمها، اتغير فعلا اهو، بس ايه اللي حصل؟ هقول لك لا لا ثانيه واحده، ده منك بس كده لازم تعمل لوج اوت ولوجن مره ثانيه، لان اسم المكنه عباره عن فاريبل. وخليك فاكر الاسم ده، ده هيدخلنا في موضوع الفاريبلز ثانيه وكاستمايزنج للشيل بتاعك كمان. ان الفاريبلز دي بتتقرا لما بتيجي تعمل لوجن. بص اول ما عملت لوج اوت ولوجن راح رايح جايب الاسم الايه الحالي. ها وضحت الحته دي؟ وضحت؟
حد عنده اي مشاكل؟ طيب اللي بعده، هل في طريقة تانية اغير بيها اسم المكنة؟ هل في طريقة تانية اغير بيها اسم المكنة؟ ايوه، في عندك امر كده حلو قوي اسمه هوست نيم كنترول. هوست نيم كنترول ده، كنترول ده اضغط معاه دبل تاب هيجيب لك كل اللي بتعمله. في معاه كده ستيتس الاول هيعرض لك كل معلومات المكنة بتاعتك. المكنة بتاعتك ايه اسمها اهون، الايكون نيم مش عارف ايه، الشاسي بتاعتك ده فيم، الماشين اي دي، البوت اي دي، الفيرتشواليزيشن كذا، الاوبريتنج سيستم كذا، والاو اس نيم، ها، ونسخه الكيرنل بتاعتك، والاركتكشر كمان. خلاص اهو هوست نيم كنترول ستاتس اهو. طيب ممكن تقول له كده كمان هوست نيم كنترول ست هوست نيم، وهتقول له الهوست نيم بتاعي مثلا سميهولي تيستينج او تيست دوت مصطفى دوت كوم. لو جيت تقول له هوست نيم مره تانية، ها، اتغير اسم المكنه. طب بص ايه اللي حصل في الملف، اتغير برضو. طب البرومبت بتاعك لسه شايف الاسم القديم، ها، خليك فاكر بقى، اعمل لوج اوت واعمل لوج ان مره تانية، هي ايه، هيوريك الاسم الجديد. وصلت؟ يبقى دلوقتي عندك طريقتين تعمل بيهم ايه، ها، عندك طريقتين تعمل بيهم ايه، تغير بيهم اسم المكنه. طيب في طريقه ثالثه هقول لك عليها، كنت اقول له كده هوست نيم وسميه مثلا تيست 2 دوت مصطفى دوت كوم. جيت تقول له هوست نيم، ايه اللي حصل؟ ها، اتغير؟ اتغير اهو. طب بص كده، لو جيت تقول له كات اي تي سي هوست نيم، لا ده ما غيرش الملف. اقول لك ايوه، لو غيرته عن طريق الامر اللي اسمه هوست نيم هيغيره دلوقتي بس. طب هيغير الملف؟ ها، هيغير الملف؟ لا. عارف ده معنى ايه؟ اول ما تعمل ريبوت اسم المكنة هيرجع لاصله مرة تانية. يبقى بالامر اللي اسمه هوست نيم التغيير بتاعه عبارة عن ايه؟ ها، ده تغيير مؤقت فقط، ده تغيير مؤقت لا اكتر ولا اقل. طب عايز تثبت الكلام ده، يبقى لازم تحطه بايدك في الملف ده، او تستخدم الامر اللي اسمه هوست نيم كنترول. ماشي كده؟ طيب اقول لك على طريقه رابعه كمان، اقول لك على طريقه رابعه، طريقه رابعه. فاكر لما كنت بقول لك ان في عندك دايركتري اسمها بروك؟ فاكر، فاكر الدايركتري دي لما كنت بقول لك عليها اول يوم خالص، في الاول خالص، وقلت لك ان دي كل وظيفتها في الحياه ان هي ايه، ها، فيها البروسيس او المعلومات اللي الكيرنل يعرفها عن المكنه بتاعتك، فاكر؟ طيب كلام جميل، تعالى كده ممكن اقول له فاين تحت سلاش بروك داش اي نيم هوست نيم. بص لي كده، ممكن اقول له كده كات سلاش بروك سيس كيرنل هوست نيم. شوف هتلاقيه جاي بالاسم الايه، الاسم اللي الكيرنل يعرفه حاليا على المكنه بتاعتك، الاسم اللي الكيرنل يعرفه حاليا على المكنه بتاعتك، مش الاسم الدايم. الاسم الدايم هتلاقيه معمول له ايه، سيف في الملف. طب بص كده، ينفع اعدل الملف ده واكتب، ها، واكتب جواه اغير الاسم. ممكن اقول له كده مثلا خليه بقى اسمه تيست 3 يا عم، وجيت تعمل رايت وكويت، بص ايه اللي حصل. طلع اداك على وشك بالقلم وقال لك لا مش هينفع يا معلم. عارف ده ليه؟ عارف ليه؟ لان الملف ده اساسا مملوك للكيرنل، الملف ده معلومه الكيرنل يعرفها على المكنه بتاعتك، فمش هينفع تقيدت الملف ده اهو، فضل زي ما هو اهو. طب انا عايز اعدل يا عم، قال لك بص انت روت فانت معاك الايه؟ بريفليج
محدش ليه اي سلطة عليك، اعمل اللي انت عايزه. فاقول له كده ايكو تيست 3 دوت مصطفى دوت كوم، وحط لي الكلام ده فين يا عم؟ في بروك سيس كيرنل هوست نيم. خلاص كده، بص كده لو جيت تقول له هوست نيم دلوقتي تاني، قال لك الهوست نيم بتاعك بقى اسمه ايه يا عم؟ بقى اسمه تيست 3. ها وضحت؟ وضحت كده؟ يبقى كده خدنا 4 طرق النهارده، 2 منهم دايمين و2 منهم مؤقتا لحد ما تعمل ريبوت. 2 دايمين و2 لحد ما تعمل ريبوت. ها اعتقد ان كده يعني زي الفل قوي. حد عنده اي مشكلة؟ مش هينفع تعدل اي حاجة تحت بروك بشكل دايركت. خليك فاكر ان بروك دي عبارة عن فيرتشوال فايل سيستم بيرفلكت للكيرنل بيعرفه عنك او على المكنة بتاعتك وعلى البروس اللي موجودة كمان. عشان تبعت لها اي حاجة، الشكل الوحيد او الحل الوحيد تعمل لها ريدايركت فقط. هو مش ايكو اللي كان اكسبتد، الريدايركشن هو اللي بقى اكسبتد. يعني لو استخدمت اي امر تاني وعملت له ريدايركت هيشتغل برضه. وصلت؟ مش ايكو والله هو اللي اكسبتد، ده الريدايركشن هو اللي اكسبتد. خلاص كده ماشي. طب ليه الديفلوبرز سمحوا بحاجه زي كده؟ عشان ما يضطركش ان انت تريبوت المكنه كل ما تعدل عن معلومه الكيرنل يعرفها عنك او عن الماشين بتاعتك. وده واحد من الامثله البسيطه جدا، بسيطه جدا لحاجه زي كده. يعني انا حبيت اغير الهوست نيم في ويندوز، لازم تريبوت المكنه، مفيش نقاش في كده. في اللينكس لان انت تقدر تعمل مانيوبيليشن للكيرنل، ها تقول له يا عم لا انسى المعلومه القديمه دي وخد المعلومه الجديده اللي هديها لك، فانت مش مضطر تعمل ريبوت. دي مش حاجه وحشه بالمناسبه، دي حاجه حلوه جدا ان انت بتقدر تتكلم مع الكيرنل وتقول له عدل كذا وما تعدلش كذا، كل الكلام ده انت متحكم فيه. وصلت؟ ها حد عنده اي مشكلة؟ حد عنده اي مشكلة كده؟ طيب ماشي، الوقت خدنا وجري بسرعة. اعتقد مش هنلحق نخلص النهاردة النيك تيمينج، ولا هنقدر نخلص كمان الايه البريدجينج. طيب نكملهم بكرة ان شاء الله في بقية يوم الترابل شوتينج، نكملهم بكرة ونخلص ال3 لابات ولا ال4 لابات بتوع الجراب دول اللي مش عايزين يخلصهم، وقلنا هنخلصهم مع بقيه الترابل شوتنج. بس مش مشكله، ادينا بناخد وقتنا بدل ما نجري وتبقى تقوش مش فاهمين. لا كده احسن بالنسبه لي، تبقوا فاهمين بالنسبه لي احسن، يعني مش مشكله الوقت يمتد شويه بس على الاقل الناس هتفهم. يعني مش مشكله، يعني نكمل بكره ان شاء الله في ميعادنا، واشوفكم على خير بكره ان شاء الله. السلام عليكم.